طيب خلينا ننتقل للدكتور يوسف والجانب الشرعي. يا دكتور اللي دايما الناس كلها يعني اللي يفقه ولا لا يفقه الاثنين بيحبوا يتكلموا في الموضوع ده, ولا او ما ذكرش اي حاجه في القران تذكر الولاء والانتماء, ولا حتى كلمه وطن ذكرت في القران الكريم. بعض الائمه والعلماء قالوا فعلا ما ذكرتش كلمه الوطن في القران, ولكن كلمه الدار او الديار فسرها العلماء ان دي معناها الوطن. خلينا نشوف تاصيل الانتماء والولاء من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. احنا محتاجين واحنا بننظر لهذا الموضوع, وأخذ طرفا من حديث الدكتور حذيفة فتح الله له, أن الانتماء هو الإنسان, أو الإنسان ينتمي إلى روابط بعينه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مكة قال, ولما حين أخرج منها قال, والله إنك لأحب بلاد الله إلي. فهو هنا يشعر بالانتماء لهذا المكان, ولولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت. أيوه. فهو ينتمي لهذا المكان. سيدنا علي لما كان بيخرج للعمرة وأتى يذكر مكة, فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له, يا علي دع القلوب إيه تقر. إحنا محتاجين الدنيا إيه تقر كده معنا وتنتمي. فهو كذلك الإنسان الذي يعيش في غربة, يعني كان سواء كان خرج للقمة عيش أو خرج فرارا بدينه أو خرج فرارا بروحه, هذا الإنسان ينتمي إلى المكان الذي يحبه, ثم بعد ذلك ينتمي إلى وطنه, ينتمي إلى دينه, ينتمي إلى هذا الأمر. ولذلك حينما نقول أن الانتماء جزء من دين الإنسان, نعم هو جزء من دين الإنسان. فالوراء الولاء هو حب, والبراء هو بغض. فالإنسان لما يقول من أحب لله طبعا بغض, البراء بغض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, ما أنا أقول لحضرتك أول, سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم قال, إن من أوثق عرى الإسلام أن يحب المرء لا يحبه إلا لله, هذا حب, هذا ولاء, وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. فالإنسان المسلم أو الإنسان السوي الفطرة عموما سواء كان مسلما أو غير مسلم, ينظر إلى الناس كلهم أو ينظر إلى المجتمعات كلها بحب عام, ويبغض لجزء بعينه. يعني احنا عندنا في حاجه اسمها نطاق الانسانيه. لما الانسان لما يشوف انسان مظلوم يقع عليه ظلم في اي مكان من الاماكن التي يعيش فيها, هذا بيقوم ايه يبغض هذا الظلم. تمام. واذا راى انسان في نعمه او بلد متقدمه او راى مكان فيه شيء من نعم الله سبحانه وتعالى, يحب ان يكون له نفس هذا ايه الاثر, ان يعود عليه. فهنا يوالي ويحب. فمن احب لله وابغض لله فقد استكمل عرى الايه الإيمان. الله سبحانه وتعالى لما جه يتكلم على غير المسلمين قال, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حتى أنا كمسلم في عملية الانتماء بتاعي لا أفرق بين المسلم وغير المسلم, لا, ده أنا أحب وأبغض لله سبحانه وتعالى. ما دام هذا الأمر بعمومه لا يؤدي إلى بغض الله سبحانه وتعالى فأنا أحبه وأنا أؤيده. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث قال, لقد تم في 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 دار عبد الله بن جدعان حلف, لو دعيت إلى مثله لأجبت. أنا أجبت ليه؟ لأن هذا الأمر ينطبق مع الإسلام. فالإسلام حينما أتى بضوابط عامة, أتى بقواعد عامة, وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتمم هذه القواعد. إنما بعثت لأتمم مكارم إيه؟ الأخلاق. فالإنسان حينما يتحدث عن موضوع الانتماء نقول أن الانتماء الإنسان يشعر أنه حلقة, أنه جزء في حلقة. فأنا أنتمي إلى الوطن, أنتمي إلى البيت, أنتمي إلى العالم الإسلامي. ما هو مش معنى أن أنا مصري أو مش معنى أن أنا فلسطيني أو مش معنى أن أنا سوري, معنى كده أن هذا ينافي الانتماء للعالم إيه؟ الإسلامي. بالضبط. ده هياخدنا النقطة مهمة أنا عايز أناقش حضرتك فيها. هاخدها في خضم كلامك, أن ممكن يكون في ناس تركت بلادها وخرجت فرارا بدينها, فرارا من الاضطهاد, وطلعت قعدت في أماكن تانية سواء بقى عملت لجوء سياسي أو طلبت أنها تحصل على جنسية البلد اللي هي موجودة فيها علشان هي عليها أحكام وعليها إعدامات وباسبوراتها خلصت وتعنت وحاجات كثيرة بتحصل لا تخفى على حضرتك ولا على حضرتك يا دكتور. وبعد كده يبدأ الناس اللي هم أهل بلده يبدأوا يطعنوا فيه يقولوله أنت ما عندكش انتماء ولا عندك ولاء لبلدك. أنت لو كان عندك انتماء لبلدك وكنتش خرجت البلد تانية وطلبت جنسيتها أو طلبت اللجوء ليها. هل الناس اللي عملت كده يا دكتور يوسف طبقا للشرع وطبقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي فعلا ما عندهاش انتماء لبلدها أو وطنها اللي اتكلم عنه الرسول, حتى لو قالوا أن ده حديث ضعيف أن حب الأوطان من الإيمان؟ هو هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ, احنا عاوزين نفرق ما بين عده امور. الامر الاول فيها ان الانسان وهو في وطنه هل يستطيع ان يغير وان يبدل؟
والأمر الثاني، هل في خروجه إلى العالم الخارجي له مهمة يؤديها طبقا لدينه وطبقا لوطنه وطبقا لحفاظه على نفسه؟ اللي احنا عندنا الضروريات الخمس اللي هي الكليات الخمس الموجودة في الإسلام، حفظ النفس والعرض والمال والدين، والكليات الموجودة ديت اللي هي عندنا ديت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحفظها وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مجموعة من المسلمين في عهده وهو موجود بمكة وهو تحت التعذيب، وسيدنا خباب بن الأرد يقول والله ما أطفأ النار إلا ودك زهري، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى سيدنا بلال موجود على بطنه الحجر يقول أحد أحد، وهم يعذبون وإنون تحت وطأة التعذيب، ومع ذلك أرسل مجموعة إلى الحبشة. هذه المجموعة خرجت، هم تركوا وطنهم وهجروا طبعا. ليه؟ لأن كان لهم مهمة، كانت لهم مهمة هي إيه؟ أنهم يحافظوا. وهقول لحضرتك على حاجه، لم يكونوا كلهم او يكونوا يعني بعضهم لم يكن يعني مضطهد، ما كانش مضطهد، لكن في جزء منهم من بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جزء من اعمامه، وكان جزء من المتحدثين اللابقين، كان جزء منهم من التجار، هو رايح هناك يفتح مجتمع ويفتح قضيه. لسه هقول لك، طب كان الغرض ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل البعض ويبقى على البعض، مع ان البعض اللي ابقى عليه لاقى ألوان كثيرة من العذاب والألام والاضطهاد والتعذيب سواء كانوا رجال أو نساء؟ هل في الوقت ده بقى دكتور يوسف الموجودين الناس قالوا عليهم هم دول فعلا اللي عندهم انتماء لولاء لوطنهم والبلدهم، واللي خرجوا دول هم دول اللي ما عندهمش ولاء، دول فروا وهربوا ونطوا من السفينة؟ احنا عاوزين بس نقول يا أستاذة ان الولاء أو الانتماء هو شعور داخلي لا يستطيع أن يقيسه الإنسان الا ببعض الظواهر، وانما يطلع عليها الله بالضبط. دكتور حذيفه كان لسه بيقول ان هو في تصرفات بعد كده بتبين ان كان في ولاء او لا، يعني او بتبين ان كان في انتماء او لا، يعني الولاء مترتب على الانتماء، بتظهر تصرفات عليك. يعني طب دعينا نضرب مثال بسيط كده يوضح الصوره ويزيل الالتباس شويه. احنا لما نيجي نفرق ما بين اثنين خرجوا فرارا من نار العسكر الموجوده في مصر، الاثنين خرجوا في نفس التوقيت فرار. مجموعة خرجت أو مجموعة واحد خرج وقعد في الإمارات بيعمل عمره هناك لمدة سنوات، تمام؟ وواحد تاني موجود خارج في دولة تانية لا يستطيع أن يجدد جوازه أو باسبوره أو لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر، أو مش عارف حتى يطلع شهادة ميلاد لابنه اللي اتولد. منهم فرط في وطنه وفرط في دينه وباعه، ثم بعد ذلك رجع واتفق وفعل. بس هنا